التسع سنوات الماضية طرف ثابت في النهائي. نعم. حلو. هل نقدر نقول هذا الشيء يعطي دافع اللاعبين في مباراة الغد، يعطي ثقة زايدة ممكن تنعكس سلبيا على الفريق الهلالي، أو بالعكس لا يكون لها دافع إيجابي أني أنا البطل وأنا الرقم الصعب في هالبطولة؟ شوف أبو فيصل، بالنسبة للهلال لا يضره مثل الأمور هذه. صحيح أن بطولة كأس الولايات هي البطولة المحببة ودائما متواجد الهلال طرف نهائي، في الطرف النهائي، وسواء حسمها لصالحها أو خسرها، لكن قد يكون، لكن بنسبة قليلة قد يكون لها دور. أن البطولة هذه خاصة البطولات اللي نفسها قصير، لاحظنا أن الهلال يحسمها في جميع البطولات اللي تقريبا يشارك فيها. 13 بطولة يعني كأس الولايات ترى ما هي سهلة. يعني لو رجعنا الترتيب الثاني أظن الاتحاد 7 على ما أعتقد 7 بطولات، هذا رقم يعني مو سهل. على كل إن أبو فيصل، البطولات النفس القصير المدربين لا يبحثون عن المستوى، يبحثون عن النتيجة. دائما البطولات النفس القصير بأي طريقة أحسن من النتيجة، وخل هالبطولة زد بها رصيدك في البطولات. وهذا المتبع في الحقيقة في البطولات. طيب أنت كيف تقرأ تعامل دياز؟ يعني يعتبر هو من أفضل المدربين الآن مع السيد زوران في الدوري، لكن قرأته يعني في مباراة الماضية المشجع الهلالي يعني أبدى تخوفه من دياز في مباراة النصر. يعني مثلا طريقة زوران في بداية المباراة الماضية بعد ما لعب بثلاثة مدافعين، دياز لو كان مثلا لو كان عنده جرأة يعني نوعا ما، على حسب مثلا هذا كلام مشجع الهلالي مثلا، يقول ليه ما يشرك مثلا لاعب مثل سالم الدوسري في الجناح الطرف الأيمن، عرفت، ويستغل نقطة الضعف النصراوية، ممكن يلخبط أوراق زوران. هل هذا عمل فني يعني ممكن يحدث؟ شف سعود الحماد أو أحد من الجماهير والله مو أعلم من دياز. مدرب كبير يملك سفي كبير ومؤهل أنه يدرب منتخب من أكبر منتخبات منتخب الأرجنتين. نتمنى أنه بس ما يروح، يستمر أنه ما يروح. سبق انت تجي وتقول له المفروض يلعب فلان، المفروض يكون فلان، المفروض عندك تخوف. لا أنت كلمة شف مثل مدرب دياز كقراءة. أنا أثناء متابعتي للمباريات، يعني بعض الناس يتابع يشوف بس متى تحسم المباراة، من اللي يسجل. لا أنك مختصين عندما نتابع المباراة تفاصيل صغيرة، نطالع التفاصيل. صحيح. كيف اللعب المدرب بأي طريقة، كيف الظهير هذا كيف يكون بدوره، تحركاته، كيف تحركاته، كيف إذا صارت الكرة معه وين يكون مكانه. كل أشياء دقيقة هذه ما هي بسهلة، هذه تساعد الفريق على أنه يقدم عطاء وأنه يقدم أفضل ما عنده. فشوف المدرب دياز من خلال متابعتي للمباريات مدرب يجيد قراءة الفرق المنافسة. حتى من خلال قراءته في الشوط الأول في مباراة، تلاحظ في الشوط الثاني كما ذكرت في حديثي، هناك تغير في طريقة اللعب.